استخدمت الصين عملتها الرقمية اليوان الرقمي لأول مرة في المعاملات في سوق العقود الآجلة المحلية، وأطلقت الصين برامج تجريبية لليوان الرقمي في العديد من المدن منذ نهاية عام 2019، واعتبارا من 30 من يونيو من هذا العام تم تطبيق اليوان الرقمي في أكثر من 1,300,000 سيناريو تغطي مدفوعات المرافق والمطاعم والنقل والتسوق والخدمات الحكومية.